يصلي بعض الناس بملابس لاصقة جدا بالجسد، هل تصح الصلاة بها إذا كان المصلي رجلا أو امرأة؟ ستر العورة في الصلاة لا يقصد منه بالذات منع الفتنة، فقد يصلي الإنسان وحده دون رؤية أحد له، بل القصد من ستر العورة هو الأدب مع الله سبحانه وتنفيذ أمره بقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وبالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن هنا قال جمهور العلماء: لا مانع من ستر العورة في الصلاة بما يحدد شكلها بالملابس اللاصقة ما دامت العورة لا تراها العين. وقال مالك: تعاد الصلاة في الوقت بثوب غير محدد. والله أعلم.